نجح المدرب أحمد البدراني في تدريب 20 فتاة من مختلف مناطق المملكة على حرفة النجارة لمدة 3 أسابيع عمل. بدأها بالتدريب على الأمن والسلامة، وبعد هذه الدورة التدريبية المكثفة أصبحنا المتدربات قادرات على عمل النجارة واللوحات الفنية والنحت أيضا على الخشب والزخرفة وتصنيع جميع المنتجات المطلوبة في السوق السعودي بجودة عالية وحسب مواصفات العالمية. للحديث حول هذا الموضوع بشكل أوسع ينضم معي من المدينة المنورة رائد الأعمال والمدرب أيضا أحمد الحربي. أستاذ أحمد مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء النور والسرور وأنا أسعد أكيد. أستاذ أحمد، تدريب 20 فتاة، ما سبب هذه الفكرة؟ وأيضا كيف تمكنت من أن يصل أيضا هذا هذه المهارات بالنجارة؟ أول شيء كان تحدي صعب، وكانت الفكرة في الأساس أنه الدورة هذه كانت بحكم تجربة أكثر من حكم علم. يعني أنا بدأت هذا البزنس تقريبا قبل حوالي 2 سنين، وكانت تجربة ناجحة جدا، وقدرنا نوصل لدرجات عالية من التصنيع وجودة عالية، ودخلنا الفن كمان مع الخشب. فالتحدي كان أصعب أنك كيف تدرب، كيف تخرج شباب وبنات سعوديين قادرين على العمل في هذا المجال بنفس الجودة اللي أنت قاعد تقدمها. فبدأنا نعلن إعلانات بسيطة داخل المدينة المنورة، ولقت إقبال كبير، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان العدد بالنسبة لأول دورة في هذا المجال بهذه الطريقة كان عدد كبير جدا بالنسبة لي، والحمد لله حققنا إنجازات جميلة. لأنه كان الصعوبة مو بس في العمل كنجارة، الصعوبة أنه أنثى هي التي تعمل مع المناشير والأشياء الصعبة هذه. كان هل تقبلنا الفتيات هذه المهنة؟ اولا كان في البدايه انا كان عندي مخاوف كثيره، حتى المنظمين الدوره كانوا عندهم مخاوف، وانا كنت اطمنهم كثير ان شاء الله خلال اول اسبوع قادرين على العمل يعني. بس حقيقي فاجئوني، يعني انا تفاجات من سرعه الانجاز، من قبول المهنه او الحرفه الجميله هذه. في ثالث يوم من التدريب بداوا ينتجوا قطع حقيقه. نعم. فانا حقيقي انبهرت من هذا العمل صراحه. طيب أنت أيضا في هذا المجال، أنت فني في النجارة أيضا؟ أنا نعم، أنا تقدر تقول محترف في النجارة، ولكن مش النجارة بمسماها يعني كنجارة، لا، إحنا دخلت في الفن شوي، دخلنا في عادة تدوير الأخشاب، بالذات أخشاب الأشجار التي تحرق وترمى. إحنا دخلنا في كذا مجال، ولكن المجال الأساسي إن إحنا إعادة تدوير الأخشاب، وقدرنا نصنع منها منتجات راقية جدا بمواصفات ومقاييس عالية جدا. كمان المحتوى صار سعودي، محتوى سعودي، اللي شغالين عليها سعوديين، فكان شيء جميل جدا. يعني مذكور عندي هنا 20 فتاة، هذه نعم. اللي دربتهم فقط 20 فتاة حاليا، والشباب نعم. الشباب إن شاء الله الدورة القادمة بعون الله تعالى، ولكن هو الدورة كانت مكثفة جدا، هي 3 دورات في دورة واحدة، ولا هي الدورة الأساسية 5 أيام، بعد 5 أيام تخرج الفتاة أو الشاب المتدرب إما رائد أعمال أو حرفي أو الاثنين معا يعني. أستاذ أحمد، هل هذه النجارة ممكن تكون بديل للوظيفة؟ بكل تأكيد، الدخل عالي جدا. كم دخلها الشهري ممكن؟ لا يقل عن 15,000 ريال شهريا، لا يقل. وإذا تطورت في الموضوع وصار عندك عدد أكبر من الفريق كبر يعني، ممكن توصل أرقام خيالية ما يتخيلها الشاب. يعني مثلا كم توصل أيضا؟ ممكن توصل 100,000 شهريا إذا أنت عندك فريق. مو مبالغ في الرقم؟ لا مو مبالغ فيه أبدا أبدا نهائي. أنت لو اشتغلت لوحدك بتدخل نعم، بس يكون نعم. كبير توقع وناس يكون في فريق منظم نعم. يكون عندك مثلا طبعا أسوأ يعني تقدر أكثر المصاعب اللي ممكن يواجهها النجار أو الهاوي في النجار اللي ممكن يصنع منتجات فيها، اللي هي المعدات.
فحتى بعض يعني تحتاج مكان أوقات لما تكبر شغلك يعني. جميل. هيئة المدن ما شاء الله بتقدم حلول دحين. نعم. الرائد الأعمال والمدرب الأستاذ أحمد الحربي، شكرا جزيلا لك، شرفتنا ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك.